بسم الله، النهاردة وحدتنا بعنوان Who are you؟ من أنت؟ الوحدة دي مهمة لأني هراجع فيها على جرامر مهم جدا، وهبتدي أخد شوية حاجات تخليني أعرف أتواصل وأتعامل مع اللي قدامي. خلونا الأول نبتدي بالجرامر. I، طيب أنا عايز أوصف نفسي، هقول إيه؟ I am، اللي هي برضو I am. طيب أنا عايز أنفي، هقول I'm not. تمام، يبقى I بقت I am لما عاوز أوصف نفسي. I am 19. I am beautiful. أنا عايز دلوقتي أنفي الفعل. I'm not 18. أنا مش عندي 18 سنة. طيب أنا عايز أسأل دلوقتي، فهقول Am I، زي مثلا ما أقول لحد Am I annoying you؟ هل أنا أزعجك؟ إيه كمان؟ لما عوز أنسب لنفسي ملكية حاجة هقول My، زي مثلا ما أقول This is my book، أو This is my shirt. طيب ايه كمان عندي؟ هي وشي وات، التلاتة بياخدوا از. طيب هتبقى هي از، شي از، ات از. طيب لما عوز انفي هقول ايه؟ از نوت، اللي هي ازنت. طيب انا دلوقتي عايز اسأل، فهقول is he، is she، is it. مثلا هقول is he kind، هل هو لطيف؟ is she beautiful، هل هي جميلة؟ is it black، هل هو لونه اسود؟ طيب انا دلوقتي عايز انسب ملكية لكل واحد فيهم، فهتبقى في اول واحدة his، her، its. زي مثلا ما أقول this is his shirt، أو this is her blouse، its color is black، لونه أسود. طيب إيه كمان عندي؟ we، you، وthey، التلاتة دول بياخدوا are. we are، you are، they are. طيب أنا عايز أنفي، هتبقى are not، اللي هي aren't. طيب أنا عايز أوجه السؤال، هتبقى are we، are you، are they. are we going to swim، هل نحن سنذهب للسباحة؟ are you my friend، هل أنت صديقي؟ are they laughing، هل هم يضحكون؟ طيب أنا دلوقتي عايزة أدي ملكية لكل واحد، هتبقى our، your، their. This is our school bus، هذا باص المدرسة. This is your shirt، هذا القميص بتاعك. This is their car، هذه سيارتهم، وهكذا. طيب عايزين نشوف ايه الأسئلة اللي لما بشوف حد لأول مرة ببقى عايز أسألها له، زي مثلا أول حاجة لما بشوف حد جديد بقول له What's your name، ما هو اسمك؟ طيب رد عليا My name is حسن، هقول له Where are you from، هيقول لي مثلا I'm from America. طيب هقول له How old
are you, ما هو عمرك؟ هيقول لي I am 18 مثلا. هقول له what's your favorite movie. هو الفيفوريت موفي بتاعه رد عليا وقال لي بروفيت محمد. طيب ايه كمان؟ هقول له هوز يور فيفوريت بلاير. هيقول لي مثلا ابو تريكه. هل انا هعرف اقدمه لحد؟ هعرف اقدمه طبعا. لما ابتدي اقول مثلا this is حسن, he is American, his favorite player is أبو تريكة. He is 18. ادي جمل بسيطة وصغيرة عرفت اعرف بيها حد موجود معايا بحد تاني. طيب اخر الكونفرزيشن مع اي حد لازم اقول له ايه عشان انا ابقى مؤدب او being polite؟ اقول له nice to meet you. انا سعيد بلقائك. Write a few sentences to present one of your family members. عايزينكم تكتبوا لي شوية جمل تحت الدرس تقدموا لي بيها واحد من الفاميلي ممبرز بتاعكم. وبكده نكون خلصنا درس النهاردة. يا رب تكونوا فهمتوه. شاركوا معانا وورونا إبداعاتكم في الموقع. نفهم نتعلم ببساطة.